قامت لجنة التقييم والتحكيم لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه 29 بزيارة إلى ولاية مدحة بمحافظة مسندم. واطلعت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل لجنة شؤون البلدية بمدحة في تنفيذ مشاريع التجميل والتطوير ومشاريع خدمة المجتمع والمشاريع المائية والخدمية ومشاريع الاهتمام بالأنشطة التوعوية والأعمال المجيدة، والتي برز بشكل واضح دور الأهالي في إنجازها.